طيب انا قريت من فتره انترفيو لعلي بن ناصر طبعا حكم التونسي الشهير بلقطه مارادونا ارجنتين وانجلترا 86. يعني كان تصريح غريب بالنسبه لي شويه، قال ان المباراه دي كانت سهله جدا بالنسبه له بالمقارنه مع مباراه تانية ادارها في مسيرته قبلها بثلاث شهور اللي هي نهائي كاس الامم الافريقيه في مصر، مصر والكاميرون 86، لان الاجواء في استاد القاهره كانت صعبه جدا. فهل ممكن نقارن التصريح ده بحضرتك نقول ان مباراه كوريا واسبانيا ما كانتش بالصعوبه بتاعت ماتش نيجيريا وجنوب افريقيا في نص نهائي 2000 بما ان الدولتين كانوا؟ لا انا هقول لك حاجه اكتر، انا بتفق طبعا مع تصريح كابتن علي بن ناصر. انا هقول لك حاجه، اي مباراه في كاس العالم اسهل من اي مباراه في الدوري المصري. خد مني بقى ده اكتر من اللي قاله علي بن ناصر. مش في كاس افريقيا، بالعكس انا في افريقيا عمري ما كان عندي مشاكل. مباراه افريقيه ولا بيحصل فيها اي مشاكل خالص، بيبقى فيها عنف وفيها كوره وفيها، لكن عمره ما كان بيبقى فيها الاعتراضات ولا السباب ولا الكلام اللي بيحصل عندنا. اكيد طبعا ده مش عندنا بس، اي حكم لو هتساله هيقول لك ان اي مباراه في الدوري المحلي بتاعه اصعب من اي مباراه، لان هي بره الصعوبه في المسؤوليه فقط. يعني مسؤوليه مباراه في ربع نهائي كاس عالم غير مباراه في دوري، لكن مباراه الدوري بالنسبه لك ضغوطات اكتر والمشاكل اكتر والصعوبات اكتر. انت عندك، عايز اقول لك على حاجه والله، يعني انا بعتبرها من الطرائف. يعني انا بعد ما رجعت من فرنسا، من فرنسا بعد ما رجعت وجيت مصر وبدا كان في ماتشات مش عارف صعود ايه من ثالثه لثانيه ولا من ثانيه حاجه كده، يعني ماتش مش فيش داعي اذكر البلدين عشان الناس ما تفتكرش ان انا يعني بستهين بيهم. وبعدين منطقه القاهره كابتن محمود عثمان الله يرحمه قال لي عشان خاطري لازم تروح تحكم الماتش ده، احنا مباراه صعبه وبلد فيها، كان ساعتها بقى عارف حضرتك ايه، اعضاء مجلس الشعب ومتولين فريق ومش عارف ايه وهم مش عايزين دوشه بدون دخول في تفاصيل. فرحت وخلصت مباراه، فرقه اتغلبت. المدرب بتاع الفرقه دي تاني يوم هاجمني وقال لك ده ما ينفعش يحكم درجه ثالثه وانا راجع من كاس العالم وبحكم ماتش درجه ثالثه في مصر، صعود من الثالثه للثانيه ولا من الرابعه للثالثه حاجه كده. راجع بالكوره اللي فيها حضرتك دي؟ اه انا راجع بالكوره دي والله، كان نفسي اوري له الكوره اقول له دي لعب، كان بيشوطها كده رونالدو وريفالدو وروبرتو كارلوس لكن قال لك ده ما عندوش فكره، ده ما ينفعش يحكم درجه ثالثه. عادي